من رام الله ينضم إلينا المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة. أهلا وسهلا بك سيد عبد الفتاح، معنا في 19 فيتو أمريكي ثالث مرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. برأيك عن أي مباحثات تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية وتقول بأن فيتو مماثل هو الذي منع خطر هذه المحادثات؟ كل التحية لك بداية. يعني هذا بكل تأكيد فيتو مدان بكل المعايير، لكنه ليس مفاجئا. لم تقف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الحق الفلسطيني يوما، بل هي من دعمت الاحتلال ورعت الاحتلال وشكلت له حماية وجعلت منه دولة فوق القانون، رغم 67 سنة من مجازر الإبادة والعدوان والاعتداء المتواصل على الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذا الموقف الأمريكي الذي يعبر حقيقة عن موقف أمريكا وعلاقتها الاستراتيجية والراسخة تجاه دولة الاحتلال. وبالتالي ما الذي يريد أن يقوله مبعوثهم في المنطقة؟ هل يريد أن يجمل الفيتو؟ لا يمكن لأمريكا أن تجمل هذا الموقف. هي حكمت بالإعدام على من تبقى حي في قطاع غزة في ظل هذا المسلسل المستمر من المجازر، وهي أعطت ضوءا كانت قد أعطته مسبقا لنتنياهو بأن يواصل عدوانه وهجومه على رفح، وما كانت تتحدث به عن تجنب وتجنيب المدنيين. سيد عبد الفتاح، الولايات المتحدة الأمريكية بعد النقض لمشروع القرار الجزائري هي اقترحت مشروع آخر، ولكن أرجأته فيما بعد وقالت هو ليس فوريا، وبالتالي تقول بأنها تعطي الفرصة للمفاوضات والمباحثات. تزامنا مع ذلك الحراك الدبلوماسي والسياسي، هناك هنية في مصر، هناك مستشار بايدن في إسرائيل ومصر. هل وصلتكم أي معلومات أو مواقف جديدة يمكن أن تدفع بخطوة للأمام لهذه الصفقة المنتظرة؟ يعني لربما أنا قلت ذلك صباحا وقلته عبر شاشتكم الكريمة، أن هذا المشروع المقترح هو فقط من أجل التمهيد للتصويت بالفيتو على قرار الشقيقة الجزائر، وهو ما حصل. وذريعة أن هناك اتفاق، يعني من يعطل هذا الاتفاق ومن يرفض هذا الاتفاق؟ الكل يعلم وأمريكا تعلم أن نتنياهو وائتلافه المتطرف هم من أعاقوا الوصول إلى اتفاق، سواء فيما يتعلق بالهدنة أو التهدئة أو فيما يتعلق بتبادل الأسرى لدى أسرانا في سجون الاحتلال والأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. وبالتالي أمريكا تعرف جيدا أن من يعيق الاتفاق هو الاحتلال، لكن أرادت أن تتذرع بذلك. ولربما زيارة السيد هنية في هذا اليوم بالذات للحديث والتفاوض حول الاتفاق، هو أرادت أمريكا أيضا أن تستخدمه أن هناك مفاوضات جدية ربما تفضي إلى اتفاق وهدنة، فلا داعي من التصويت على مشروع القرار الجزائري. وهذا أمر لم يكن من الصواب أن يحدث. كان يجب على أمريكا أن لا تعيق هذا القرار. لا ينبغي أن تواصل حكومة الاحتلال مجازرها بحق الشعب الفلسطيني ونحن نعول على صفقة ما أو اتفاق جزئي ما لا يفضي إلى وقف شامل للعدوان وانسحاب من قطاع غزة وإنهاء للاحتلال وفتح مسار سياسي حقيقي يفضي إلى حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية. أمريكا لا تقوم بأي فعل جدي إزاء ذلك، وهي تريد أن تراوغ وتريد أن يعني ترسل. سيد عبد الفتاح، الوزير الأمريكي أتى مرارا وتكرارا إلى المنطقة، وكان هناك لقاءات أيضا مع الرئيس الفلسطيني. الرئيس الفلسطيني أيضا أطلق تصريحات منذ أيام بضرورة المضي قدما في هذه الصفقة، ولكن ماذا بعد هذه التصريحات؟ هل كان في هناك تحرك معين لحركة فتح؟ هل فيه تنسيق تواصل مع حركة حماس؟ لا، يعني التواصل المستمر هو مع الشقيقة مصر وكذلك مع الشقيقة قطر، ونحن في صورة ما يحدث. لكن الموقف الرسمي وموقف حركة فتح، نعم نحن مع أي اتفاق يوقف هذه الجرائم وينهي
هذا العدوان، لكننا دائما نركز، يجب أن ينتبه كل الأطراف إلى أن الحلول الجزئية ربما لن تجدي نفعا في ظل إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة عدوانها، وهي تريد هدنة مؤقتة ومن ثم تستكمل عدوانها، وهي سيطرت الآن على قطاع غزة بالكامل تقريبا. وبالتالي دائما نحن حريصون على أن يكون أي اتفاق قادم أن يكون مبني على أسس سليمة، على حل شامل ينهي العدوان وينهي الاحتلال ويحقق ما تتحدث به أمريكا والمجتمع الدولي أن الحل يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية. لذلك يجب أن تكون أرضية أي اتفاق أرضية صلبة ولا تخدم الاحتلال فقط ولا تخدم السياسة الأمريكية التي تسعى إلى إصدار رسائل داخلية قبل الانتخابات. أنا سألت عن تحركات حركة فتح لأنه الرئيس الفلسطيني كان قد وجه هذه الدعوة لحماس بضرورة أن تمضي في صفقة الرهائن، ولكن هناك اجتماع مرتقب بين الفصائل الفلسطينية في موسكو العاصمة الروسية. ما الذي ستقوم به حركة فتح هنا؟ ما الأوراق التي ستأخذها معها؟ ما الخطوات المتوقعة؟ ماذا أيضا عن قضية حل الدولتين؟ كيف ستطرح كل هذه النقاط مع الفصائل في هذا الاجتماع المرتقب إن كانت لديك معلومات؟ من المهم الإشارة هنا سيدتي أن هذا اللقاء والاجتماع هو اجتماع دوري في أحد المراكز السياسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وهي كانت تلتقي بالفصائل الفلسطينية كل سنة أو كل سنتين، وهذا جزء من لقاء دوري. لكن الوقت يختلف، يعني هو جاء في مرحلة مختلفة. يعني نحن وحماس القاع، يعني الأسس التي يجب أن نصل عليها هي باتت معروفة بالنسبة لنا ومعروفة بالنسبة لحماس، والمطلوب هو يعني التوافق عليها وعدم التفاوض عليها. نحن نتمنى لهذا اللقاء الفصائلي أن يكون مدخلا للوصول إلى وحدة ومصالحة وإلى برنامج وطني وإلى دخول حماس في منظمة التحرير، نتمنى أن يسهم هذا اللقاء في ذلك، لكن يعني ليس هو لقاء من أجل المصالحة بقدر ما هو لقاء فصائلي جاء في ظرف حساس، نتمنى أن يسهم في أن يوصلنا إلى اتفاق فصائلي داخلي يرمم البيت الفلسطيني ويوحد الصف الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان. أشكرك. وهذا الخطر الذي لا يتهدد القضية الفلسطينية. من رام الله المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، شكرا جزيلا لك.